طب خلوني الاول اخد معايا ايمن عباس العضو المنتدب لمجموعه انترو، صح كده يا جماعه ولا ايه؟ ما يعني نصحوا معايا كده. طيب هيا يوسف، اهلا 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 اهلا، ازاي اخبارك الصحه؟ ايه؟ عامل ايه ايه؟ الاخبار؟ كله كله تمام؟ تمام. انا هسال سؤال انا مش عارف اجابته. ابتدي بالسؤال بتاعك. ايوه بص، هو المعنى بتاع الجمله دي ان انت ما ينفعش تسال حد سؤال وانت مش متوقع الاجابه تبقى عامله ازاي، ما تستناش، يبقى انت لازم تبقى سائل السؤال في دماغك الاول. كويس. يعني ما ينفعش تخش كده تسال سؤال وانت مش عارف اجابته خالص. هو في سياق مش علمي، هو في سياق البيزنس. يعني ما ينفعش ان انا اجي اقول لك مثلا تعالى خش معايا في مشروع برقم كبير، اوكي، وانا مش عارف هو التقييم بيتم ازاي. لازم الاول ابقى مذاكر عشان ما اللي قدامك يعرف. فانا هعرض على ايمن مشروع، اول سؤال هيساله لي ايمن يقول لي طب والار او اي اخباره ايه، فنقف ساكت او ابدا بقى اضرب اخماس في اخداس واقول شويه كلام فارغ، فساعتها هتقولي لا كل سنه وانت طيب. هقول لك ما تسالش سؤال انت مش عارف تجاوب. صح، فهمت انا كده. هي جايه في 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 في, في الجزئيه دي بالظبط كده. ايوه، عشان كده انا قلت الحته دي مجتزئه، انا لازم افهمها، اصل انا شغلتي اسال، فمش ممكن. انا لما شفتها في البرومو فعلا قلت انا لازم اوضحها، عشان هو جزء كبير قوي مهم جدا من اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نوضح للناس كلها ازاي التقييم بيتم، وازاي ان انت ما تخش على مستثمر تبقى عارف ان انت موضب ورقك ازاي، وازاي تتكلم. ففي جزء جميل جدا ان شاء الله باذن الله هنشوفه مع بعض في الحته الجزئيه دي. واضح ان البرنامج هيبقى مش مجرد برنامج لمناقشه البيزنس، يعني اللي شافوا شارك تانك قبل كده هيبقوا فاهمين انه هيبقى مليان سسبنس. المساله مش مجرد برنامج بيزنس يعني. هو على فكره هو السسبنس جاي في ايه؟ جاي إن انت ما بتيجي تعرض فكره على حد كمشروع او حاجه، دايما بيبقى عندك الوقت زي ما انت عايز. في ناس ممكن تقعد بالست اشهر وبالسنه بتدرس ورايحين جايين مع بعض. صح. عشان ياخدوا القرار. فالسسبنس الفظيع اللي جاي في البرنامج ده هو سسبنس علينا احنا كمان. عشان ما فيش حد في الدنيا يعني قليلين قوي اللي هم بيقدروا ياخدوا قرار في حاجه في حوالي كل الموضوع كله على بعضه بياخد حوالي تلت ساعة. أوكي. يعني المستثمر بيخش يعرض فكرة الشاركس ما بيبقوش عارفينها خالص، ممنوع ان احنا نبقى عارفينها، وفي تلت دقايق. واحنا نقدر، واحنا لازم ناخد القرار في التلت ساعة اللي احنا قاعدين مع الانتربرينور اللي هو بيعرض فكرة. يا نهار ابيض. فالسسبنس جاي من هنا. وطبعا يا نهار ابيض. تلت ساعة؟ انا ما احبش ابقى واقف الوقفه دي بصراحه اطلاقا. صعبه قوي قوي يعني. طب ده كده انتوا معناها ان انتوا عملتوا فلتريشن او تصفيات شديده قوي، اولا علشان نوعيات المتسابقين او الانتربرينورز اللي هيجولكوا، والحاجه الثانيه ان هم كمان يبقى في عندهم قدره على العرض والمناقشه والايضاح بمنتهى الشطاره بمنتهى الذكاء ويوصلها باسرع طريقه ممكنه. بص، يعني انا عايز اقول لك احنا ده تيم تاني تبع البرنامج، عشان احنا جزء من السسبنس اللي هو خلى البرنامج ده في 46 دولة وخلاه يعيش في امريكا لمدة حوالي النهارده داخل في 15 سنة. صحيح. ان انت بتاخد اللايف رياكشن ده، ان انت بتدخل حد انتربرينور على حد تاني مستثمر لأول مرة يشوفوا بعض، مش عارف هو بيتكلم في ايه، مش عارف المشروع بتاعه ده في اي مجال. فكل دي هي دي اللي بتخلي ان الراجل اللي قاعد بيتفرج والراجل اللي قاعد اكشلي في المستثمر والراجل اللي هو اللي بيعرض الفكره كلهم عندهم سسبنس. مفيش حد عارف. يعني انا ببقى قاعد لغايه اخر دقيقه انا مش عارف اللي جنبي ده هيقفل ولا مش هيقفل. طب. او في هياخد اوفر ولا مش هياخد اوفر، ولا الراجل عارف ان هو هياخد اوفر ولا مش هياخد اوفر. فهو ده الشيق جدا جدا في الموضوع. يعني ده ناحيه اللي هي الاعلاميه او ناحيه التشويقيه، فدي بتخلي. صحيح. طبعا ان الناس
بتبقى مكتذبه اكتر. ولكن حقيقه الموضوع بقى هو ده اللي خلانا كلنا ناخد القرار ونخش. انا هقول لك معلومه واحده. البرنامج ده في امريكا عمل اقتصاد ب 6 مليار دولار على في تاريخ البرنامج. يعني خلال 15 سنه اصبح في عندي استثمارات ب 6 مليار دولار. زود على الاقتصاد 6 مليار دولار من الاستثمارات والحاجات اللي حصلت في البرنامج. فهو برنامج اقتصادي ده 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 كمان ده اللي هو المباشر. الغير مباشر بقى ان انت النهارده بتشجع الشخص ان هو يبقى عنده القلب والقدره ما يشوف شاب تاني او شابه تانيه جايه من الدلتا او من الصعيد، مصر الجميل، من سينا، من سيوة، من اي حته، من سيوة ومن سينا ومن كل من كل من يعني من كل انحاء مصر، وتيجي تلاقي واحد عنده فكره واشتغل عليها وبتاكله وبتاكل اسرته ويخلي اللي قاعد كل واحد عنده امل، شايف ان الراجل ده قدر يعملها، طب انا ما اقدرش اعملها ليه. الحاجه الثانيه ان هو بتدي برضو فرصه ان الناس تبقى عندها باب اما عايزه تكبر الشغل بتاعها تبقى عارفه ازاي تروح تكلم مستثمر، تخبط عليه الباب وتقول له تعالى خش معايا وانا بقول لك الار او اي زي ما انت كنت بتقول يا يوسف كذا وهكذا. فهو موضوع جميل الصراحه. يعني احنا يعني الهدف منه ان في الاوقات الصعبه اللي بيمر بيها العالم اليومين دول ان انت تلقي الضوء، بس يعني الحاجات دي شغاله احنا بس ما بقاش عارفين عنها، تلقي الضوء عليها، تحط الضوء عليها، تدي، محتاج ان انت تدي امل للناس كلها ان ايوه في السنين الصعبه دي في ناس بتكبر وفي ناس بتعمل الشغل بتاعها وفي ناس بتنجح. طب ده هيخليني هسألك بقى، انت شايف انه مصر سوق جيد او مناخ جيد للشركات الناشئه والافكار المختلفه والافكار الجديده؟ بص، مصر بدون نقاش سوق جيد وسوق كبير جدا لكل اللي انت تتخيله، عشان احنا بنتكلم على 100 مليون او اكتر من مستهلك، اوكي، ودي في اسواق قليله جدا في المنطقه عندنا اللي فيها سوق بالحجم ده. فهو سوق حقيقي وكبير وفي فرص كتيره جدا. الحته بقى اللي هي بتاعت الشركات الناشئه هي دي اللي جزء برضو من اهداف البرنامج، ان احنا نبتدي نشتغل عليها، ازاي يبقى عندك منظومه تقدر تنجح الشركات الناشئه وتقدر تنجح الافكار الجديده اللي هي مش جزء كده. يمكن احنا بنفتقده شويه عندنا لسه، ما بقاش يشتغل، مش شغال بايه بالشكل اللي هو شغال فيه في دول تانيه. حلو، فاهم قصدي؟ لان انت ايه، انا ببتدي، انا مش عارف ابتدي مين اللي هياخدني من نقطه الف لنقطه ب، ومين اللي هيساعدني من في النقطه دي، وازاي هقدر اروح لبنك واخاطبه. في بنوك طبعا ابتدت تعمل هي القروض للشركات الناشئه، ولكن بيبقى في صعوبه اصلا عن على شخص عمره ما راح خاطب بنك قبل كده ان هو يروح يخاطب البنك. فانت بتحاول تخلق الجزء ده في القط بتاع البلد، وده يعني انا مش عايز اقول لك والله يعني يوسف، ان انا مش عايز اقول لك انا اتخضيت من الحاجات اللي عندنا احنا ما نعرفش عنها حاجه. ناس عندها افكار وحاجات لا يمكن تفكر فيها. انا ما قلت ان احنا اما هنبتدي نشجع الناس فتبتدي تحلم اكتر، لا، الناس جايه فاقت اللي الواحد كان يعني بيفكر فيه، في حاجات في التكنولوجيا وفي حاجات في المنتجات وفي حاجات يعني مش عايز احرق لكم، بس في حاجات انت مش هتبقى متخيل ان في شاب في مصر او شابه فكروا في الفكره دي
واشتغلوا عليها وعملوها يعني فعلا فعلا. لا يعني يعني مصر انا شايف اللي انا نفسي استفدت منه في اليومين اللي فاتوا دول ان انا شفت امل غير طبيعي جاي من الحته دي من السوق. ايوه كده يعني فرحنا في اول السنه وارفع معنوياتنا وادلنا يعني امل كده امل غير طبيعي. ليه؟ الحته دي مستخبيه، ما انت ما هتشوفها ازاي؟ انت بتشوف الحاجه ما بتكبر بس صح. الشجره الصغيره او الزرعه الصغيره هتشوفها ازاي؟ لازم تروح تدور عليه. فما ما بتدي مساحه او مكان ان انت للناس تيجي تعرض الشجر بتاعها كده او الزهور بتاعتها الصغيره دي وتقدر هاي. تشوفها على التلفزيون او تشوفها في حته فيها انتشار، فبتدي امل لناس تانية ان هم كمان يتشجعوا ويشتغلوا ويعملوا زيهم او احسن وهكذا. لا بس ده انا عايز اقول لك في امريكا الناس اللي اترفضت في البرنامج ناس كتير جدا منها راحت مستثمرين راحت كلمتهم بعد ما اترفضوا في البرنامج وعملوا شركات كبيره جدا كمان. يعني جدا. الامل موجود عند اللي مقبول في البرنامج واللي ممكن يترفض. في النهايه البيزنس هيتعمل اذا كان مكتمل الاركان. كل المساله هنا ان احنا في عندنا منافسات، مين هيطلع صف اول، مين هيطلع في الصف اللي وراه، ادي كل القصه. بس ايمن انا مش عارف اشكرك ازاي بجد، الفكره حلوه عجباني، ومنتظرين من يوم 7 يناير هنتابعكم كل اسبوع، ومره هحاول ازوغ اجي اتفرج كده في الكواليس.